كابتن هاني، ايوه دكتور ياسر، احنا بندور عليك من اول امبارح يا كابتن هاني، لدرجه ان شكينا ان انت في المغرب. كنت في طنجه. اوعى تكون سافرت تونس تحضر البطوله. لا كنت في طنجه والله يا دكتور علقه. وايه الاخبار؟ اولا احنا عايزين نطمن على البطوله كلها باعتبار ان احنا كلنا فخورين ان في مصري هو رئيس اللجنه المنظمه لكل التصفيات. هو بص يا دكتور، البنيه التحتيه الحقيقه مشرفه جدا للمغرب. يعني اللي هم وعدوا بيه سنه 2004 لما تقدموا للنهائيات كاس العالم. الملعبين الحقيقه مستوى عالي جدا، والتصميم بتاعه متميز جدا الاثنين الملعبين اللي احنا فيهم يعني. كمان الطرق فيها شغل كويس جدا، بتكلم على بطوله هي بتحتاج ملاعب وطرق الاقامات متميزه جدا. بعض المشاكل في التنقلات، لان البلدين بعيد عن بعض قوي، فدي يمكن هي دي المشاكل اللي بتقابلني في التنظيم، بس في التنقلات عشان تعرف. احنا كنا قرينا عن شكوى لمنتخب جنوب افريقيا ان هو بخصوص تاشيرات دخول المغرب، وكان اشتكى وقال انه هيشتكي للجنه المنظمه للبطوله. هل ده كلام حقيقي ولا انت لم تصلك اي شكاوى من جنوب افريقيا؟ لا انا ما جاتليش اي شكاوى، هم طبعا بيكلموا اللي هو اللوكال اللجنه المنظمه الداخليه المحليه يعني. المحليه. انما اللي بيحصل ان هم في بعض الاسماء حطوها مؤخرا، فيمكن هو ده اللي سبب. يعني جنوب افريقيا هي اللي وضعت اسماء متاخرا يعني. اسماء متاخره، انما الحقيقه الناس يعني يمكن تاشيره المغرب هم عاطين تعليمات انها قبلها ب 10 ايام، فلما بتيجي في وقت اقل يمكن بتحصل لهذه المشاكل. احنا ما تعتبرش مشاكل بالنسبه لتنظيم بطوله قد ما الناس كلها الحقيقه مرتاحه، وانت عارف احنا جايين نلعب كوره، يعني ملعب متميز، اقامه متميزه، الناس مرتاحه، ده المهم بالنسبه لنا. ما فيش اي شكاوى لحتى الان كرئيس لجنه منظمه؟ لا ربنا يستر، العمليه ماشيه حتى الان والله. والله اصلا احنا 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 شخصيا كمصريين عندنا ثقه في هنا بريده، وجربناك في 2006 وجربناك في 2009، فعارفين ان شاء الله مش هيبقى فيه مشاكل. لا ان شاء الله. انا بس اللي بصراحه اللي انا قلت الاخوه المغاربه وما كان معانا النهارده كله طول الوقت الوزير المغربي، وراجل نشيط جدا جدا، بقول له انتوا ما عملتوش الدعايه الكافيه للبطوله، عشان الجمهور نجاح اي بطوله نجاح بالجمهور بتاعه. قلت له يعني انا كنت متاكد حتى برغم الظروف اللي بتمر بها مصر في الجمهور ده في نفس المشاكل اللي احنا فيها حاليا، انما كانت الملاعب كلها مملية على اخرها. هو الشكوى الوحيده اللي سمعناها كانت من صديقك وصديقنا كلنا كابتن علاء عبد العزيز، قال حسينا ان احنا بنلعب في بطوله سريه. انا معاه الحقيقه، لانه هم كانوا كل التركيز بتاعهم اول انتخابات تمت بالشكل ده اللي عندهم كان اول امبارح، يعني في اجواء سياسيه ساخنه يعني. الحقيقه انما طلعت، انا شايف حتى من الناحيه السياسيه يعني نجاح التغيرات اللي حصلت في الاحزاب عندهم، ناس متقبلاها بشكل جميل جدا، ودي يعني بعتبره يعني انجاز حتى للسياسه المغربيه. طب كابتن شطه كان وهو يعمل الان معك في اللجنه المنظمه، كان ضيفنا قبل ان ينتقل الى مطار القاهره ذاهبا الى المغرب، وهو له طلب من الفيفا، ولا نعتقد ان هناك من يستطيع توصيل هذا الطلب للفيفا اقدر من هاني ابو ريده عضو لجنه تنفيذيه للفيفا، ان هذه التصفيات ليست مدرجه في اجنده الفيفا. هقول لحضرتك البطوله دي، يمكن ده الحمد لله كنت انا صاحب هذا الاقتراح من 3 سنوات. انت صاحب اخراجها من الاجنده ولا ادراجها في الاجنده؟ صراحة اقامه، تعرف حضرتك كنا بنعمل البطوله دي تصفيات غير مجمعه. ايوه. فانا بس دي بقى بصفتي في ذلك التوقيت رئيس لجنه التسويق، فقلنا نخلق ايفنت جديد اللي هو بطوله 23 سنه ونعمل البطوله فيها. احنا يمكن الوقت يمكن ما اسعفناش واخترنا التوقيت ده، انما قدامنا ان شاء الله بعد كده 4 سنوات اخرى نختار التوقيت المناسب اللي تبقى من خلال اجنده دوليه عشان تبقى البطوله لها قوتها ان شاء الله. يعني انت حضرتك بتعدنا او بتعد الافارقه كلهم انه التصفيات المقبله هتكون في اجنده الفيفا؟ ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله هنحاول نعملها في توقيت، حتى لو يعني نشوف اي التوقيتات من البطولات الاوروبيه او البطولات الافريقيه ونعملها في التوقيت ده ان شاء الله.
طب انا عايز اقول لحضرتك ان انت اكيد طبعا عارف او احنا او انا كمان عارف ان انت ثبتت براءتك تماما من اي اتهامات او اي شكوك بخصوص قضايا فساد الفيفا والرشاوة، لكن اعتقد ان هذه البراءة ايضا تأكدت بعد قرار الفيفا بايقاف 6 من الاعضاء الكاريبي، وده عايز اقول لحضرتك مبروك رغم ان انت كنت بريء، لكن احب اقول لك مبروك مره اخرى. يعني هو دكتور ياسر انا كنت للاسف الشديد كنت متهم في مصر بس، انما انما ويمكن والجرايد الانجليزيه، وانت عارف الانجليز ليه يعني المشكله بتاعتهم، احنا عارفين مشكله الانجليز، انما طبعا في الاتحاد الدولي ما كانش فيه الكلام ده خالص، ولا كانوا هناك تعقيدات معانا بريده ولا كلام. ما هو يا كابتن هاني انا برضو بقدم الاهلي اليوم للمصريين مش للانجليز ولا الفرنساويين. فمهم قوي ان حضرتك تتكلم واقول لك مبروك بصوت عالي. ربنا يخليك. انا بقول لك انا بشتكي لك انه كان على صفحات، للاسف الشديد على صفحات الجرائد المصريه مثل هذه الاتهامات، وانا كنت طبعا يعني بستاء منها، انما طالما ان احنا فتحناها وانا بشكرك طبعا ان انت نوهت ليها ان ما فيش اي اتهام ولا في اي موضوع، ومجرد اتهام ناس تانية بعيد عننا خالص ده معناه ان احنا ما كناش اصلا في الموضوع، فانا بشكرك ان انت فتحت الموضوع دكتور ياسر. ايه رايك النهارده تكسيرا رئيس الاتحاد البرازيلي قال انه اسند رئاسه اللجنه المنظمه لمونديال البرازيل 2014 لرونالدو لانه بلاتر بيكرهني عشان انا كنت مع محمد بن همام. قال كده النهارده. انا الحقيقه لسه ما شفتش اعلانات النهارده ان مشغول بالبطوله، انما طبعا اكيد وله اسبابه، وانما انا اعتقد برضو ان كان ده مطلب من بعض اعضاء البرلمان البرازيلي. انا عارف انه في والنائب العام البرازيلي يعني بيجري تحقيقاته الان، لكن في قضيه اخرى احب اسال حضرتك فيها، من صدور قانون العزل السياسي او المرسوم بقانون من المجلس العسكري الاعلى، في قضيتين او بلاغين اتقدموا للنائب العام، بلاغ ضد كابتن سمير زاهر وبلاغ ضد الدكتور كرم كردي، ما هو تعليقك على هذا؟ انا والله يا دكتور انا اول مره اعرف برضه المعلومه دي، بس مش عارف الاتهام بخصوصيه ان هما لا يصلحوا ويجب عزلهم سياسيا ورياضيا ويجب اخراجهم من الجبلية، الكابتن سمير زاهر والدكتور كرم كردي. شوف حضرتك يعني طالما الموضوع ما معروض على النائب العام والقضاء طبعا مش هنقدر نعلق، ولكن ما افتكرش ان احنا يعني الخصومات في الرياضه توصل الى المستوى ده. الدكتور كرم كردي كنا بنكلمه امبارح وهو في لندن وبنطلب تعليقه على هذا ضده للنائب العام، فقال دي تصفيه حسابات لان انا اعترضت على رحله قطر وعلى مباراه البرازيل الوديه وما شابه من غموض واسرار وحكايات. هل يعني طبعا انا ما اعرفش يعني هو مين اصلا مقدم البيان عشان يبقى مع سمير زاهر، وكان خلافه مع سمير وسمير في نفس الموضوع. اللي مقدم البلاغ ضد الكابتن سمير زاهر هو الدكتور عمرو عبد الحق، واللي مقدم البلاغ ضد الدكتور كرم كردي ائتلاف شباب الثوره. لا ده موضوع كبير بقى يا دكتور قوي. ده كبير قوي. وبعدين هو ربنا يستر يعني، وبعدين احنا بقى يعني خلينا نشتغل شويه يا دكتور ونسيب خلافاتنا بقى الفتره دي، وكل واحد في عمله وفي مكانه يقدر يؤدي اللي عليه، ده من وجهه نظري هو الاهم والاهم في الوقت الحالي. طب انا هسيبك لشغلك وانت رئيس لجنه منظمه، بس عندي سؤال اخير عايز اسالك، هل هاني ابو ريده طموحه محلي ولا عالمي؟ هل انت عندك انتخابات لجنه تنفيذيه للفيفا؟ هل ده افضل ولا انك تبقى رئيس اتحاد مصر لكره القدم افضل؟ لا الحقيقه بالنسبه لي طبعا وبالصوت العالي طبعا، انتخابات 2013 الاتحاد الدولي هي اهم طبعا بدرجه كبيره جدا، يستطيع اي حد من الزملاء يتولى قاده الاتحاد المصري وعنده قادات كثيره جدا متميزه. وانا انما طبعا بالنسبه لي في الترتيب طبعا الاتحاد الدولي اكيد. وانا اشكرك على هذا الاختيار لانه يهمنا كلنا ان يبقى لنا ممثل في اللجنه التنفيذيه للفيفا، وكلنا سنقف معك وبجانبك. كل الشكر للمهندس هاني ابو ريده رئيس اللجنه المنظمه لتصفيات افريقيا المؤهله لدوره الاولمبيه، ومعانا